كل بطل في حدوته بيواجه صراعات. حسام، أعتقد أنت عندك صراعات مع نفسك؟ أكيد، لما اتولد عندي الخوف إنه حاجة بحبها تبعد عني. البني آدم الطبيعي اللي ما عندوش حاجة مرضية زيادة، يعني الحب ده أنا بعتبره حب مرضي. أنا ممكن أكون من كتر ما بدور على علاقة تشبه علاقة الدم، وده مش حاجة مش حقيقية ربنا ما قالش عنها. ربنا قال امساكهم بالمعروف او تصريحهم باحسان. اذا احنا ممكن دي علاقه كتب فيها، ممكن اوبشن الانفصال موجود فيها. عارف اني كاتبه هنا عندي الخوف بجد؟ اه والله. ايوه الخوف ده حاجه وحشه قوي. انا شفت في علاقاتك الخوف. طبعا الزيجه الاولى خبيتها عن عيون الاعلام والصحافه وكل الناس، وكنت محاوط عليها قوي. العلاقه الحاليه مع الفنانة شيرين بدأت بصداقة قوية جدا، طرفين بينكروا ان في بينهم اي حاجة. بس على فكرة مع كمية طرفين بينكروا تماما ان في بينهم اي حاجة. حتى الزواج كان مفاجأة، يعني حتى لما والدك حط صورتك وقال عروسة ابني انكرت، وهو شال الصورة ورجع في كلامه، ولكن طلع بالفعل في جوازة وحصلت. هل التخبية دي مرتبطة بالخوف خالص بشكل ما، ولا مرتبطة بحاجة تانية؟ خالص. أنا عايز أقولك حاجة بقى، هقولك المعلومات الحقيقية. أنا عمري ما قصدت أخبي أي حاجة في حياتي. الحقيقة إن ارتباطي بشيرين لحد النهاردة هو ارتباط صداقة، مش عايز أسميها صداقة. أنا قلتها بكده الناس انتقدتني، يعني هي بدأت صداقة قوي. هي إحنا كنا أصدقاء، ده حقيقي، وستيل إحنا صحاب قوي لحد دلوقتي. يعني هي شيرين عندها ميزة، تحس إن هي صاحبك، الكاركتر بتاعتها تحس ان هي صاحبك الولد مش البنت. يعني ما بتتكلمش في مواضيع البنات بيتكلموا فيها، مثلا ما بتنمش على حد، ما بتشوفش فلانه لابسه ايه ولا لا 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 خالص. هي دمها وجدعه جدا ودمها خفيف جدا، عارفه ما تزهقش منها. في نفس الوقت بيبي في غضبها وفي حبها وفي كل حاجه. هي كل حاجه كده ايه ما بتحسبهاش. وانا بحب البنات ده على فكره. ويوم ما قلنا ما كانش في بين ارتباط، ده كان حقيقي، لانه حصل في ايام. يعني هي ايام هيك بتمر بمشاكل فظيعه، وانا بمر تقريبا بنفس المشاكل. كنا ابتدينا نقرب قوي من بعض، وابتدينا احس ان هي نظرتها ليا في حاجه اتغيرت، في حاجه ابتدت تتغير. لحد ما حصل موقف كده ما كانش لسه في اي حاجه اتفتحت بيننا، ولا اي حاجه اتكلمنا فيها بره نطاق الصداقه. مش عارف ليه في الموقف ده وهي قاعده كده، انا بصيت حسيت انه لا، البنت دي اللي تخصني، الست دي هي اللي تخصني، بتاعتي الست دي. طبعا من هنا شعوري بيها اختلف، فبالتالي مشيت العلاقه بسرعه كبيره جدا في الدايركشن دي. فالناس افتكرت ان احنا كنا محاوطين عليها. اصل انت هتحاوطي عليها لحد امتى؟ شيرين اول بني ادمه اتجوزها واعيش معاها. انا على فكره ما عايشش بره بيت اهلي، يعني عمري ما كنت مثلا عايش في بيت لوحدي. عمري لا، انا طلعت عايش في بيت اهلي مع امي واختي، رحت على العيشه مع شيرين. فهي اول ست في حياتي. يمكن عشان كده انا برضو مرتبط بيها ارتباط كبير، لانه نفسيا، لانه انا مش بعتبرها زوجه. يعني ما كانش بيني منها معاملات الزوج والزوجه، اللي هو انا هاكل ايه النهارده، هتعملي ايه، لا لا لا، مفيش بينا الكلام ده خالص. احنا اتنين صحاب عايشين مع بعض بجد. يعني عمري ما حسيت ان هي مراتي وانا جوزها.